إذا وقع حادثي مرور مختلفين على مستوى السكة الحديدية بولاية المسيلة. الحادث الأول وقع على الساعة 12:15 ليلا، أين خلف دهس قطار لشخص متوفي في عين مكان. أما الحادث الثاني الذي وقع على الساعة 5:30 صباحا على مستوى القطب الحضري، وين دهس قطار كذلك لشخصين متوفين في عين مكان. يرجى أخذ الحيطة والحذر خاصة بالنسبة للراجلين، يقطعوا السكة الحديدية من الأحسن يقطعها على مستوى المعابر، وإن كان لابد أن يقطعها خارج معابر المحروسة يجب الحيطة والحذر أكثر فأكثر لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة. الحادث اللي صرا البارح نورمالمون ما تصراش حادثه كيما هذه، حوادث كيما هذه، ديجا ترى نعرفوه نسمعوه ب 200 متر ولا تقريبا نسمعوه ثلاث خطرات ربعه، يصوني الاول يجي هو اصلا عنده قدان وقت، عنده ولا 12 تاع الليل يجي، عنده مع الخمسه يجو، عنده توقيت تقريبا، وربي ان شاء الله يجيب الخير ان شاء الله، وان شاء الله تكون الحيطه والحذر ان شاء الله، الوليدات هذو اللي راهم يعقبوا ويغامروا ان شاء الله، وديجا هما يعني نورمالمون ما بلاصه كيما هذه ما يقعدوش فيها. خالي جينا خارجين على الثلاثه، لقينا الدراري واقفين الله كيما الارجيحات. لقينا مزوج دراري واقف في عمرهم 19 سنة لابسين كحل لا كحل تريكو سروال، واحد لابس بونتاكور. جينا رايحين لحقنا للرومبواس ونا تترا، شافهم صحيبي قال راهم قطعوا، حنا لحقنا للرومبوا هي ترا صونات ما كاين والو، ولا فرينات ساك كيف رانات شعلت النار طيقت النار هكذا، عدنا رجعنا ما لقينا والو، هوسنا شفنا هكذا كم لقينا والو ولينا رحنا.